أخبار اليوم. نقطة الفساد في أي إدارة أو مؤسسة دي محتاجة من المدير الكبير من أول أنا لغاية أي مستوى أو نسق قيادي يبقى منتبه للمعنى اللي أنا بتكلم عليه ده. ده مش معناه عدم ثقة أو شك في الناس، لا، ده معناه إن حضرتك تبقى متفهم إن اللي أنت شغال فيه ده ممكن يبقى جواه الشر فين، شر الفساد أنا بتكلم، وإزاي تمنعه. عينك ما تشوفش غلط وتسيبه. طب حلها إزاي؟ ده موضوع حضرتك، موضوع إنك تحل المسألة ده موضوع حضرتك. طب أنت ما انتش قادر، ما فيش وقت نجرب فيها، كفاية تجارب. احنا عايزين نجابه مشاكلنا بجد ونحلها بجد.